هلا المؤتمر اللي صار هو بشكل عام انه يعني كانه ما صار شيء وكل العالم ترجع على البلد وكذا، بس ما في يعني ما بعتقد انه حدا يرجع بهذا الوضع. مؤتمر فاشل يعني، شيء فاضي يعني، مين بده يرجع المطلوب اللي هي يعني؟ اذا ما طار بشار الاسد ما حدا بيرجع، انا هيك رايي يعني. انا اول ناس اذا ما راح بشار الاسد ما برجع. طبعا عوده اللاجئين بالوقت الحالي خصوصا اللي موجودين في الدول الاوروبيه راح تكون جدا صعب جدا يعني، وما راح يرجع الا اللي ما تاقلم ابدا ابدا مع الوضع في اوروبا، وهني قلائل جدا يعني هدول، لانه حاليا في سوريا ما في حياة اقتصادية، ما في مقومات الحياة، وباعتراف رأس النظام اللي قال انه يعني ادنى مقومات الحياة، لانه لا في كهرباء، لا في غاز، لا في مواد بترولية، ما في خبز، طوابير الخبز الناس عم تضل 4-5 ساعات واقفة لحتى تاخذ ربطة خبز. فأي عودة يعني شو بدي، الناس هون تعودت على الحياة بأوروبا، تعودت على 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 قسم من الرفاهية أقل ما يمكن يعني، فبتوقع أنه قلائل جدا هني اللي بيفكروا بالعودة إلى سوريا. يعني النظام السوري بعد 10 سنوات من الإجرام اللي مارسوا بحق السوريين الآن يدعو اللاجئين للعودة إلى سوريا، واللي كان هو سبب بتهجيرهم يدعوهم وكأن شيئا لم يكن. هذا برأيي بيأكد عقلية النظام الدكتاتورية، وأن النظام مستمر بامتهان كرامة السوريين. الوضع اليوم بسوريا مو أحسن من الفترة اللي غادروا فيها السوريين أو طلعوا بالمظاهرات بداية الثورة السورية ب 2011. تطمينات النظام يعني أبدا كانت ما لا صادقة، ولو النظام صادق وبده يعطي وعود حسنة للناس حتى ترجع على سوريا، أقل شيء يطلق سراح للمعتقلين اللي لهم سنوات مغيبين وما حدا بيعرف عنهم شيء. يعني مشكلة كتير كبيرة، والعالم اللي برا عايشة مثلا صار لها سنين وعايشة على شيء معين، يعني نسيوا شيء اسمه يرجعوا على البلد. أنا هيك بعتقد، لو عملوا كل شيء مصالحة وشغلة وعملوا يعني، نحن طلعنا مشانه يعني. أنا كرأيي أنا بحكي عن حالي، صعب الرجوع. كما أكد السوريين لا عودة إلا برحيل الأسد. هلأ أنا مني وعلي بعتقد إنه ولا واحد حيرجع. أنا ما فكرت ولا رح أفكر طالما في نظام، يعني هذا النظام موجود في سوريا، لا يمكن العودة، لا يؤتمن هذا النظام. يعني أي واحد رح يرجع هلأ يعني 90% رح يتوقف من المطار ويتاخذ إلى الأفرع الأمنية، فالموضوع صعب، صعب جدا يتفكر فيه. حنيننا إلى وطننا، حنيننا إلى أن نرجع لوطننا هذا قائم، بس طالما موجود هذا النظام لا يمكن نفكر أن نرجع على سوريا. قليل عمله في الشعب بالولاد طيران أكثر من هيك.